عشان احنا بنخدم سوق العمل زي ما احنا اتفقنا. فحضرتك عندنا في مجال البترول عندنا حقل زهر، عاملين مدرسه باسم مدرسه زهر للتكنولوجيا التطبيقيه اللي حضرتك اشرت عليها في محافظه بورسعيد. عندنا في مجال الزراعه موجود عندنا الصالحيه ورياده عندنا ونهر الخير، عندنا في مجال الاي تي عندنا مع اي بي ام وعندنا مع شركه اتش اس تي، دول في مجال طبعا البرمجيات وفي مجال الذكاء الصناعي. عندنا في مجال الطاقه الجديده والمتجدده. أنا عندي مدرسه في مصر، مدرسه فنيه في مجال البرمجيات والذكاء الصناعي. عشان هو ده المستقبل اللي جاي. عندنا حضرتك في مجال الحلية والمجوهرات، عندنا في مجال الفندقه، عندنا في مش عايز انسى حاجه يعني، عندنا في مجالات في مجالات الاتصالات كده كويس. فاذا كل المجالات الاقتصاديه اللي هي الاكثر جذبا للولاد والبنات هتلاقي حضرتك موجوده عندنا. مجال السيارات مثلا، المجالات اللي احنا عاملين فيها 3 4 مدارس مع شركات مختلفه. الشيء الجيد انه حضرتك بتلاقي انه البنات موجودين في 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 ميكانيكا السيارات ومتميزات في هذا المجال، واخبار حضرتك. فاحنا يعني المجال مفتوح لكل ولادنا وبناتنا، المهم هو او هي بتحب ايه، هو موهوب في ايه.